عسلامة مدام. عسلامة، مرحبا. عسلامة. عسلامة. لبس عليكم. الحمد لله، عايشك. الحمد لله. قدموا لي رواحكم. أنا عائشة وهذه بنتي نجلة. نجلة. عايشة أم نجلة. أم نجلة. شامو في حياتكم؟ لا احنا عايشين البرة، نخدموا البرة وبرسك حياتنا يكون عادينا. غادي ولدت غادي؟ لا مشيت، عمري خمسة سنين ونص. وقرأت غادي، كملت قرأت كل شيء غادي. اي خلنا نحكيه شوية على علاقة الأم ببنتها، بعدها نحكيه على أسباب الهجرة. مرحبا. أوكي. علاقة الأم ببنتها اليوم كيفاش؟ اليوم صعبة شوية بالحق. يمكن أنا بنتي تبارك الله توا في الجيل هذايا كبرت وما لقيتش معاها معناتها صعوبة، وتو متزوجة وعندها وليد وعمره عامين، هارون ما شاء الله عليه. بيرو أنا لاحظ توا في برشا عائلات سختو سن المراهقة شوية صعيب. يعني الأم صعيبة ولا تربيتهم صعيبة؟ والله هما تربيتهم صعيبة مش الأم. قلت التصرف مع الصغار. أبار هذا يعني قاعدين يتعلموا من الشارع أكثر من الدار، فهمتوا؟ والشباب توي عند ياسر في بعضهم، مش أكل يسمعوا كلام والديهم ولا يمشيوا بالنصيحة كيف قبل معناتها. يعني ما فماش حوار توا ما بين الأم وصغيرها؟ أوقات تلقى حوار في الدار ويقول لك سي بابا يعني سي بابا، ومن بعد كيف يخرج يتصرف تصرف غير يعني غير نصيحة الوالد. علاش؟ نجم يكون عنيد، نجم يكون أصحابهم الآخرين يغروا بيهم ولا يقولوا لهم كيفاش ما تعملش الحاجة هذه، أخي أنت ما عندك الشخصية، أخي أنت ما كنتش مسؤولة على روحك، فهمت؟ وتمشي هكيكة، فهمت؟ يقولوا أصعب فترة تتعرض لها لهم في تربية صغارة هي فترة المراهقة. صحيح، فترة المراهقة بين 14 و20 سنة ولا 18، هذيك هي الفترة الصعبة برشا. يقول لك ليه؟ يقول لك من 3 سنين 4 سنين حتى ال 15 سنه. يقول لك اذا تربى في البريود هذيك الباقي الكل لاباس. لا لا مش صحيح، فتره مراهقه هذه عالميا ديما صعيبه في كل بلاد. 22 بريود نتاع 16 اكثر. اكثر. بنتك قد عمرها توا؟ تبارك الله تعمرها 27. ما تبينش، تبين اصغر. ما عندهمش. قلت لي تربيتها صعيبه. لا مش برشا. لا الحقيقة انت شوية هي عنيدية راسها صحيح، تعمل اللي في راسها ولكن ما تغلطش، فهمت؟ مثلا انا نخاف عليه، انا عندي وليد وبنية ساعة نخاف عليهم برشا برشا ومعيشك. ما شاء الله الوليد تبارك الله كالم ياسر وترانكويل. ليلي اخويا اكل لي سكوتي من تحت لتحت. اما انا هذه شجاعة قلبها برشا، بشجاعة وما تخافش. ماي بيرو ما شاء الله عليها. اي فتره المراهقه نتاعها جاتني صعيبه شويه. من ناحيه شنو؟ صحه الراس صعيبه، سورتو مع قرايتها. مع قرايتها شويه تعبتني. ايش مثلا ما تحبش تقرا؟ ولا هي قرية كل شيء، ولكن هي تحب تمشي بكيفها. مثلا تقول لك انا اليوم مانيش ماشيه، وتقعد في الدار ومن بعد تحب تخرج تمشي تحوس مع صاحبتها، فهمت؟ ومن الحمد لله يعني نقزتها. ولدي لا، ولدي ما تعبنيش الحق، يمشي يقرا على روحه يروح ترانكويل. فما شكون يرى تربية الطفل اصعب من تربية الطفلة؟ فما شكون العكس؟ صحيح، انا جاني اللي تربية ولدي اسهل من بنتي، ما نعرفش هي الكبيرة والدلولة برشا ولا شنو. ولدي ديما نازلين عليه شوية، فهمت؟ اغلبية العباد تدلل الطفل الصغير. صحيح، ولكن انا لا، انا ما عنديش حيلة معاهم. صحيح، دلولة مدللته اللي حب عليه تشريه له. ديما ما تقولوش ليه جامي، تقولوا ليه مش صحيح. ولا كيف كيف، ولا كيف كيف، ما عنديش. هي كمية الحب اللي عندها تمدها كيف كيف. راه يمكن خاطر انا زاد عشت في الغربة وحدي وما عنديش فامي، حاسبتهم هما بيتك وكل شيء، هما الكل في الكل بالحق. معاملتك ليها كيفاش كانت؟ الام الصعيبة ولا صاحبة؟ متساهلين متساهلين متساهلين، نخرج معاهم نحكي في كل المواضيع. توصل الطفلة تعطي ثقة في أمها وتحكي لها كل شيء، حاجة صعيبة شوية، لازم الأم تخدم لها بالقدية الحكاية هذه. أنت كيفاش تصرفت؟ صحيحة تخدم لها بالقدية، ما عندناش أسرار أنا وبنتي. كي تبدأ فما حاجة تحكي لي، ما فماش أسرار.
كما تعرف معناها ممكن انت كي كنت صغيره فما حاجات صعيب تحكيهم لامك، تولي تلتجئ تحكيهم لصاحبتك. انا عرست بريسك صغيره برشا برشا، في ال 18 19 عندي بنتي من القرايه معناتها ديريكت خرجت خدمت شويه بيريود ومن بعد عرست، فهمت؟ ما عندناش كيف توا ما شاء الله ياسر نشوف بناتي ياسر تبدلوا، فوالا تبدلوا من ناحيه شنو؟ من ناحيه سامحني في الكلمه مش الكل ومش الكل زاد بنات تونس ما شاء الله نعاودها كل ما نحكي ولا حاجه مش الكل صحيح هي صحيح، فما ياسر رؤوس مصحاح فما ياسر متهورين كيما نقول انا يحبوا الخارجيت ولبسه مش هي وكذا، مهما كان احنا بلاد مسلمه لازمنا شويه ستر، والله انا وبنتي وهكا نبدا نعارك فيها وهي معرسه وبها هي تقول لك وبولدها ونبدا ديما نعارك على اللبسه معناتها سيغتو اللبسه، فهمت؟ والمنطق والحشمه ذاك الكل باهي للطفله، فهمتني؟ توا ولادك يعيشوا في فرنسا؟ إيطاليا بي توا ينجموا يقيموا في تونس ولا صعيب ياسر؟ والله بنتي أنا ماذا بيا ديما يعاركوا فيا تونس برشا قعدت 8 شهور يظهر لي يعاركوا فيا روح. أنت مقيمة في فرنسا وأنت ولدك في إيطاليا؟ إي هي خذيت راجل من فرنسا وتجي بحذايا بريد ونمشي بحذاها، فهمت؟ الأكثرية ديما هاربة هوني ديما نحب نقعد في تونس. شكون عندك في تونس؟ عائلتك عائلة أمك وأبوك؟ أنا نفضل تونس فضلت تونس على طقس على مثلتها على شنو يعجبك في تونس؟ كل شيء بالحق كل شيء، غاديك باردة ديما مغايمة ديما شتي وحدك لهنا عندك الفامي نجم تخرج ديما شمس ديما طقس محليه طقس في تونس الحقيقة ديما طقس محليه ساعة ساعة هكا يجي هكا نهار سخون برشا ولا نهار بارد برشا سينو على طول العام طقس ياسر حلو. اي بلادنا ياسر تحفونا، انا بدي تعجبني غير الظروف الله غالب ومكتوب ربي هذا معناتها هكا فهمت. انت تحب تعيش في تونس ومقيمه في الخارج وفما عباد يعيشوا في تونس يحبوا يخرجوا من تونس. صحيح احنا ديما هذه من اللي تخلقنا من اول الدنيا ديما الانسان متقلب فهمت ما يعجبوش. رايكم انتم شنو الاسباب اللي تخلي التوانسه اليوم يقرروا الهجره؟ معيشه كل شيء غالية معيشة لكم غالية حتى لو كان انتم مقيمين بالخارج شهرية شوية والدنيا ياسر غالية ما عادش بالحق ما عادش خالطة العبيد قبل صحيح تونس تغيرت برشا غليت برشا وما عادش كيف قبل ما عادش هذاك يمكن اللي لز المواطنين معناتها للهجرة وحتى للحرقة وبرشا حاجة فما حتى حد يحب يسيب بلاده صدقني تونس مزينة برشا ما فماش واحد يحب يخرج منها شيء لا مواطن شغل ولا معناتها حاجات رخيصة سيغتو المعيشة الغذائية ما نحكيوش على اللبس وما نحكيوش على السبيطارات وكذا وكذا ولكن المعيشة هي أختي العزيزة لازم تكون شوية انخفاض فما ناس زويولة برشا ياسر حسين مرحبا بكم مرة أخرى يعيشك عايش أختي مرسي بوكو يعيشك يعيشك